مساء الخير مشاهدينا، مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي يطلع على سير الخطة الإنتاجية الزراعية في محافظة حماة. تكاليف المعيشة ترهق كاهل السوريين ولا جديد في حال أسواق طرطوس. أهلا بكم. قام وزير الزراعة والإصلاح الزراعي برفقة وفد من المسؤولين بجولة في محافظة حماة، وذلك للاطلاع على واقع سير الخطة الإنتاجية الزراعية لهذا العام ولقاء الفلاحين للاستماع إلى مشاكلهم. ضمن جولة وزير الزراعة لتفقد سير الخطة الإنتاجية في حماة لهذا العام، دشن الوزير مبنى الثانوية الزراعية والبيطرية في مدينة مصياف. تكلفة المشروع بلغت 600 مليون ليرة، وهو يستهدف تأمين كوادر مهنية مدربة للاستجابة لحاجات السوق. هذه الثانوية التي ستخرج مجموعة من الطلاب اللي رح بيكونوا أركان رئيسيين في مساعدة المهندسين الزراعيين بأداء مهامهم لنقل التقانات الزراعية ونقل المعرفة الزراعية إلى كل مزارع في منطقة مصياف. حاليا موجود عندنا 250 طالب بالعاشر وحادي عشر وبكالوريا، طبعا هي سعتها لحد 500 طالب. السنة الجاية إن شاء الله راح تكون مليئة بالطلاب. انتشار المناطق الصناعية وتمركزها في ضمن هذه المنطقة وتجميع جميع المنشآت الحرفية الصناعية الزراعية في منطقة الغاب بهذه المنطقة حرصا على تأمين الخدمات والبنية التحتية المناسبة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية. ومنطقة صخرية يعني ممكن تقام عليها منشآت صناعية بدون أن تتأثر الأراضي الزراعية بالتوسع المطلوب. وفي سياق الجولة أجريت حملة تشجير في موقع التلال البيض بمدخل المدينة، استهدفت زراعة 1000 غرسة حراجية على مساحة تمتد على 20 دونمان. تم زراعة مساحة كبيرة من الأراضي الحراجية بحوالي 1000 شجرة، وهي استمرارا مثل ما ذكرنا لفعاليات الخير، حيث نحن أصبح ما تم زراعته إلى الآن حوالي 20,000 شجرة. تشجير قائم وبلد، وهو نوع من الأعمال لبلدنا الغالي سوريا، ومنطقة مصياف هي منطقة خيرة جدا بالغطاء النباتي، وإن شاء الله كل من يقف في وجه سوريا سنقول له لا ابتداء من النبتة وانتهاء بالسلاح. هذا الموقع من أهم المواقع اللي نحن بدنا إعادة تأهيلها، كون تعرضت بالأعوام الماضية أما لحريق أو قطع جائر. المخطط لهذا الموقع 4 هكتارات بحدود 18,000 شجرة. وإذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده الفسيلة فليغرسها. نحن نبادر انطلاقا من هذا الهدي، ومع هذه المبادرة بارك الله بكم وبسوريا جيشا وشعبا وقائدا. ونحن دائما لازم نزرع أرضنا ونضل نشجرها لحتى ترجع جديدة من أول وجديد، ودائما نتمنى من كل الناس ضل تعتني بالأرض، لأن الأرض هي كل شيء بهذا البلد. الجولة تضمنت لقاءات مع المزارعين للاستماع إلى منغصات الإنتاج، كما تخللتها زيارة إلى معمل سكر سلحب للتأكد من جاهزية المعمل والاطلاع على واقع التعاقدات المنفذة مع الفلاحين. قام فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية باستجرار كميات كبيرة من الحمضيات المفروزة والموضبة، وذلك من مناطق الهنادي وجبلة وبأسعار مناسبة للمزارعين والمستهلكين وبعيدا عن حلقات الوساطة. وقدمت المؤسسة الصناديق ووسائط النقل مساهمة منها في تخفيف التكاليف على المزارعين، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسويق الحمضيات ومضاعفة الكميات المسوقة عبر المؤسسة السورية للتجارة. ولفتت الوزارة إلى أنها مستمرة في دورها بتسويق الحمضيات حتى انتهاء الموسم، وتسخر لذلك الإمكانات المتاحة لديها كلها. كما قام فرع السورية للتجارة بطرطوس باستجرار كميات كبيرة من الخضر والفواكه لمصلحة فرع المؤسسة بدمشق لتغذية صالات ومنافذ المؤسسة بالمدينة تلبية لحاجة المستهلكين من المواد الطازجة بأسعار التكلفة. باتت تكاليف المعيشة ترهق كاهل السوريين وتجبرهم على العزوف عن شراء الكثير من الحاجات لارتفاع أسعارها. وعلى الرغم من تكرار مشاهد المخالفات التموينية والضبوطات في أسواق طرطوس كبقية المحافظات، إلا أن أثرها على الأسواق يبقى محدوداً.
الاسعار شاعله عن جد. لكن هون كله اسعار خياليه، ما بيرحموا، بيسخ الواحد سلخ. ما ياخذه المواطن من راتب لا يكفي لعشرة ايام. من لاحق التموين بيجي التموين بخالفنا. المواطن بحقه أن يكون في استقرار للأسعار. غلاء فاحش، هذا هو التوصيف الوحيد الذي يعيده مراراً أهالي محافظة طرطوس عند استطلاع آرائهم عن حال الأسواق. اللحوم والفاكهة ارتفع تصنيفها بالنسبة لذوي الدخل المحدود وخرجت من قائمة الضروريات. هذه المعاناة لم تكن حكراً فقط على طبقة الموظفين، بل طالت أيضاً تجار المفرق. هذا الشارع هذا ما حفي يمر فيه، هذا من الأسعار اللي عندنا إياها عن جد. الدوريات مر مرور الكرام. أنا هديك اليوم في واحد هون كنت فت لعنده مقول له قديش البندورة، كان في دورية تموين ماشية، قال لي ب1200 بتعطيني بدي عبي كيس، قال لي لا بعد مش الدورية، قال لي ب2500 وين التموين؟ ولا واحد بيعطينا فاتورة بسوق الهال. أنا ليش البطاطا بدي بيعها ب1525 وشريه ب2000؟ تموين ما فين على سوق الهال، بيجوا على المواطنين هون على المحلات أصحاب البسطات يجوا يردعون مخالفات. ليش؟ بكبوه ولا بيعطوه بالرخص. منين بدنا نعيش؟ مربو الدواجن أيضاً لم يكن حالهم أفضل، ففي ظل تخبط أسعار الفروج تخبطت معهم أحوال البيع والشراء بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة الدعم مقابل ذلك. من فترة إجي التموين لعنا لهون، كانت سعر الفروج من أرض المد جنيه ب7000، إجي التموين لهون لزمنا أنه نسعر ب6.5، بيقولوا لنا بدكم فواتير، نطلع مثلا نجيب فاتورة من صاحب المد جنيه، المد جنيه ما بتعطينا فواتير. فروج تكلفته هلا 7.5، يعني المبيع على خسائر. في غير فئات محددة فيها تاكل، من الموظفين والفقراء والمتعايشين ما بعرف ما بالمرة، وقية نص وقية ب5000 ب3000 واللحم غالي والله. أما في الجانب التمويني فما تزال تنظم الضبوط والمخالفات في أسواق طرطوس لكل من يغش أو لا يلتزم بالتسعير وعرض الفواتير، ولكن هل تؤدي النتائج المطلوبة؟ أي تاجر بيكون مو مسعر أو ما معه تسعير أو بيصرع على التاجر، نحن عم نعفيه مباشرة ونكتب التاجر اللي معطيه فاتورة. سعر الفروج طبعا نحن سعرنا أرض المجاني 6900 وحلقة الوساطة التجاري عطيناهم 300 ليرة، أني عم ياخذوا الربح الكيلو بالإضافة إلى أجرة التنظيم. اليوم رفعنا السعر بناء على تكاليف إنتاج المربين. طبعا هي العملية تحقيق العدالة بين المواطن والمنتج والتاجر اللي بده يعيش. كمان قمنا بتنظيم الشهر الماضي 280 ضبط، منها 140 ضبط مخالفات جسيمة وأحناها إلى القضاء مباشرة. لم ننجز هذا التقرير لنتحدث مجددا عما يأمله المواطن في العام الجديد، وإنما في تكرارنا لهذه المطالب فإننا نؤكد على حق المواطن في عيشة كريمة وحقوق محفوظة، وهذا ما يتطلب عملاً جدياً من المعنيين بالواقع الاقتصادي لضبط مؤشرات التضخم بحلول فعالة. تم ربط العنف الريحية الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية المقامة في منطقة الذهبية على أوتوستراد حمص طرطوس مع الشبكة العامة للكهرباء في سوريا، حيث بدأت العنف الجديدة بتزويد الشبكة ب 2.5 ميجاوات من الكهرباء. وأكد المهندس بسام اليوسف مدير التخطيط والإحصاء في الشركة العامة لكهرباء حمص أن ربط العنف الريحية الثانية جاء استكمالا لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الريحية باستطاعة 5 ميجاوات بعد أن تم الترخيص للعنفة الأولى باستطاعة 2.5 ميجاوات، وبدأت الإنتاج عام 2019. وبين اليوسف أن هذه العنفة ترفد الشبكة الكهربائية بكمية مقبولة لاستقرارها في المنطقة، وخاصة أنه تم اختيار مكان ذي كمون ريحي جيد جدا، لافتا إلى أهمية هذا المشروع وتوظيفه لأياد وخبرات وطنية. طالب الصناعيون في منطقة فضلون 2 بضرورة الإسراع في ترحيل الأنقاض وحل مشكلة عدادات المياه والكهرباء وتنفيذ مشروع الصرف الصحي لتذليل عقبات عمل منشآتهم. وأشار الصناعيون خلال لقائهم محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران أثناء الاطلاع الأخير على عمل المنشآت بالمنطقة إلى أهمية التوسع الشاقولي في منطقة فضلون 2 لاستيعاب كامل الصناعيين والإسراع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، كونها الأساس لعودة الجميع وزيادة عملية الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة صيانة الطرقات ولا سيما طريق دمشق درعا القديم.
من جهته قدم مدير الجمارك العامة ماجد عمران لمحة عن آليات العمل الخاصة بالمناطق الصناعية وطرق نقل الآليات والمعدات من مناطق إلى أخرى والبيانات والوثائق اللازمة والمطلوبة للآليات الناقلة للمنتجات والبضائع حسب الأنظمة والقوانين التي تحمي الملتزمين بها من المساءلة. أخبارنا الاقتصادية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى السياسة مع نزار. شكرا دائما.